نروح للقمر بقى. هو القمر بيقول ايه دلوقتي؟ والقمر ملوش صوت ليه؟ ده مش معاكسه ممكن واحد يقولها لوحده، ده سؤال على فكره جاد جدا، واجابته عند علماء الفضاء في وكاله ناسا، اللي بيقولوا انه اقمار الكواكب ممكن يصدر منها اصوات، مش زي ما كانوا بيعتقدوا دايما انها هاديه وملهاش اي صوت. علماء ناسا نجحوا في تسجيل صوت المجال المغناطيسي لقمر من اقمار كوكب المشتري. المجال المغناطيسي ماشي لكوكب اهو، اسمعوا ده اللي معانا على الهواء، اسمه جانيميد، واللي سجل صوته مسبار فضائي اسمه جونو، لكن اسمعوا الصوت ده من القمر بقى، بس مش اي قمر ليه صوت، لازم القمر اللي ليه صوت ده يكون عنده مجال مغناطيسي، وده اللي متوفر في القمر اللي سجله صوته. ده اكتشاف طبعا علمي جديد بتقنيات عالية جدا، عشان نكتشف ده كان في تقنيات عالية جدا مستخدمة. ده طبعا ليس اكتشاف بسيط، لأن الأصوات لأنه الأصوات اللي من النوع ده لما بتتحلل بشكل علمي بتدي للعلماء معلومات مهمة جدا عن إيه مكونات القمر، تفاعلات القمر مع اللي حواليه، عشان يقدروا يكتشفوا جزء من أسرار الكون اللي لسه ما نعرفش عنها حاجة. كده اتضح ان في لغه صوتيه للاقمار اللي من النوع ده، مهمه العلماء انهم يفكوا رموز اللغه دي يفهموها. يعني القمر ده له صوت وليه لغة وبيتكلم كمان مع العلماء. ده اكتشاف مهم جدا 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 يا جماعة.